المركز الاول. خلينا نروح ايضا لاحد المكرمين الحقيقه امبارح في هذا المؤتمر الكبير والرائع الحقيقه لاربع سنوات وكشف حساب لاربع سنوات، الاستاذ ابراهيم المنيسي. الحقيقه الاستاذ ابراهيم المنيسي طبعا مش بصفته بقى في النادي في قناه النادي الاهلي، ولكن هو رئيس تحرير مجله النادي الاهلي. استاذ ابراهيم ازاي حضرتك؟ ويعني حاجه جميله جدا الحقيقه هذا التكريم الرائع في هذا المؤتمر وكشف حساب لاربع سنوات. مساء الخير عليك يا كابتن اسلام، بشكرك. مساء الفل يا استاذ ابراهيم. كل مشاهدي الاهلي في كل مكان، وانا معاك طبعا في ان اللي حضرتك بتقوله ده كان مؤتمر للنادي الاهلي. مظبوط. لمسه الشكر والتقدير من الكابتن الخطيب انا بشكره كتير عليها، وان كنت انا بادي عملي وبادي واجبي تجاه النادي. لكن المهم جدا النقطه اللي حضرتك اشرت اليها انه ده مؤتمر للنادي الاهلي، لانه الحقيقه يا كابتن لما نبص للموضوع من البدايه لاول مره الكابتن محمود الخطيب يستن سنه انه مرشح النادي او مرشح مجلس الاداره كمجلس يقدم مش برنامج انتخابي ولا وعود انتخابيه، يقدم نوع من التعهدات اللي بيلزم نفسه بانجازها خلال مده زمنيه. ودي كانت نقطه مهمه جدا جدا، احنا اعتادنا في كل الانتخابات الرياضيه زي الانتخابات النيابيه كل حد بيقدم وعود انتخابيه وعود براقه وبعد كده الظروف بتمشي والناس بتنسى، لكن انا الاقي مجلس اداره اول ما ترشح الزم نفسه ببرنامج محدد في كل الاتجاهات، انا هعمل في البرنامج الانشائي 1 2 3 4، في البرنامج الرياضي هعمل كذا، في النشاط الاجتماعي هعمل كذا. أيوة. فيما يخص عائله الاهلي حتى كان اللفظ نفسه فيه نوع من الدفء والاحتضان كاسره وكعائله الاهلي. الاقي حد يا كابتن الزم نفسه بهذا البرنامج خلال مده زمنيه محدده ثم تيجي نهايه الدوره فيعمل كشف حساب زي ما يكون بيقول للاعضاء هذا هو كتابي. وبعدين كشف حساب امتى يا استاذ ابراهيم كمان؟ ده كشف حساب قبل الانتخابات باقل من يعني في وقت صعب جدا بالضبط يعني. بالضبط اللحظه الفارقه اللي هو بيقول للناس ادي اللي عملته وليكم ان انتم تقيموني، اذا شايفين ان انا انجزت فانا عندي رغبه في ان انا ادخل دوره جديده. وراح حاطط في نهايه المؤتمر الحقيقه بشكل موفق جدا خطوط عريضه على ملامح الخط البرنامج الجديد بالنسبه له. مظبوط. دي مساله الحقيقه كابتن كانت مهمه جدا، وزي ما انت اشرت مهمه للنادي الاهلي ان احنا بنرتقي بالفكر الانتخابي، بنرتقي باسلوب الانتخابات، بنرتقي بعلاقه عضو الجمعيه العموميه بالنادي، حتى هو الكابتن الخطيب في ختام المؤتمر شدد على حته ارجوكم تعالوا. أيوه. تعالوا قولوا رايكم وتعالوا اختاروا مجلسكم اللي انتوا هتحاسبوه. مظبوط. دي نقطة مهمة جدا، العضو لازم يمارس حقه الانتخابي وحقه الديمقراطي انه يجي يختار ويجي يحاسب. مظبوط يا فندم. استاذ ابراهيم برضو ميزانية النادي الاهلي 2 مليار و539 مليون جنيه في ظل وضع اقتصادي صعب جدا بقاله اكتر من سنة وشوية، سنة ونص تقريبا، اعتقد ان ده شيء برضو يعني يجب ان يتم تهنئة مجلس الادارة على هذا الامر. صحيح صحيح، انا معاك انه دي ميزانيه اذا ما قيست بالظروف الصعبه اللي البلد مرت بيها سواء كورونا وتوقف النشاط الرياضي وتعثر الحركه الرياضيه لفتره طويله جدا، وكمان انه المجلس يفي بالتزاماته الانشائيه والرياضيه، انت بتحقق بطوله افريقيا مرتين بكل انفاقاتها والمره الثالثه وصلت فاينل وما وفقتش لاسباب كثيره، فانت على الصعيد الرياضي بتحقق كل هذه الانجازات اللي بتحتاج دعم مالي كبير وبتحتاج انفاق كبير جدا وتنشئ. انت النهارده ما شاء الله يعني استكملت خطه التطوير في مقر الجزيره التاريخي وحولت مقر مدينه نصر الى مقر تحفه رائع جدا بكل مرافقه، ثم اكملت الخطه الانشائيه للمرحله الثانيه في الشيخ زايد وعلى وشك افتتاح الفرع الجديد في التجمع، فان انت تنجز كل هذه الانشاءات وكل هذه البطولات الرياضيه وتكون عندك ميزانيه بهذا الحجم، لا ده يعكس نوع من الانضباط المالي الكبير جدا ويعكس ايضا الفكر العالي في الاستثمار، ان انت قدرت فعلا سواء مع شركه السادات استنبطت حاجه اسمها الوحده الاقتصاديه، قدرت تعمل فعلا مجموعه اقتصاديه جديده تدر على النادي موارد جديده،
كل ده تطور في الفكر الاستثماري للنادي يا كابتن. مظبوط، يجب ان تحيى الحقيقه. طيب مجله الاهلي الحقيقه ودورها البارز والرائع خلال سنوات طويله جدا جدا يا استاذ ابراهيم، اعتقد ان التطور قادم قادم لا محاله بالنسبه لمجله النادي الاهلي. المجله احنا مقدمين مشروع تطوير كامل لمجله الاداره. كان الكابتن الخطيب والكلف الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي وعضو مجلس اداره المجله، عقدنا عده اجتماعات وصلنا الى خطه تطوير كامله في مختلف الاتجاهات. هتقفز بالمجله قفزه كبيره جدا وتضعها لان مجله الاهلي تقدر تقول عليها كابتن كابتن الصحافه الرياضيه. نعم، الصحافه الرياضيه مش للانديه بس، لكل الانديه. من مارس 74 مجله الاهلي صدرت، هي اقدم مطبوعه رياضيه موجوده، فبالتالي هتدخل الفتره اللي جايه ان شاء الله في مرحله تطور كبير. يعني انا بشكرك جدا استاذ ابراهيم رئيس تحرير مجله النادي الاهلي، استاذ ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله النادي الاهلي، ان شاء الله حضراتكم تشوفوا كل التطور ده خلال الاربع سنوات القادمه.